مهم جدا. قلت لكم عايزين نروح الدوحه بقى نطمن معاكم على الاهلي واستعداداته لمباراه باتشيكو 7 مساء السبت ان شاء الله باتشوكا المكسيكي. الفاروق صلاح موفد قناه الاهلي الى قطر. يا فاروق مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عدلي، ويا ريت تاخدنا كده في جوله معاك في الدوحه. برحب بيك استاذنا الكبير استاذ ابراهيم المنيسي، وبرحب طبعا بالمهندس عادل القيعي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. خليني في البدايه اقول لك يا استاذ ابراهيم واقول للمهندس عادل القيعي، احنا موجودين امام الميناء وفي الخلفيه ورانا استاد 974 اللي ان شاء الله تقام عليه مباراه الاهلي وباتشوكا المكسيكي في تمام الساعه 8 بتوقيت الدوحه، 7 بتوقيت القاهره. يا رب كلمة بتتقال هنا في كل مكان، جمهور النادي الأهلي اللي عامل ملحمة، يعني ملحمة بكل ما يعني ما تحملها الكلمة من معنى. استاد 974 اللي شفناه كلنا بالأمس في مباراة بوتافوجو وباتشوكا بإجمالي حضور 12,000 متفرج حضروا مباراة باتشوكا وبوتافوجو، أغلبهم كانت من جماهير النادي الأهلي أو الجالية المصرية اللي كانت عايزة تشوف مين اللي هيكون منافس للنادي الأهلي. يعني بأكد لك وبحسم هذا الأمر، الساعة الرسمية بالكامل 45,000 متفرج اكتملت تماما قبل هذه المباراة. جمهور النادي الأهلي على الموعد إن شاء الله، يا رب تكمل على خير يا أستاذ إبراهيم يا باشمهندس عادلي، وجمهور الأهلي يعمل ملحمة تكلل إن شاء الله بالانتصار والصعود إلى مباراة ومواجهة ريال مدريد يوم 18 بإذن الله إن شاء الله. وده خبر مهم جدا، وأنت دايما واقف و في مصر وراك النيل، وهنا وراك الميناء الميناء والاستاد، مش ناقص غير الوجه الحسن، نعتبر يا سيدي انت الوجه الحسن. يا استاذ شريف، يعني فاروق. انت يعني فاروق استاذ فاروق، انت من كتر ما بقول لفروض صلاه نسيت اسمه نسيت طعمه. هو مجتهد جدا فاروق الحقيقه، وخدنا بقى في التفاصيل وحالة الفريق والأجواء اللي عندك. الأجواء بقى، هل كيف يعني يتم عزلهم عن كل الاحتفالات اللي حواليهم كما عودنا إدارات الأهلي ورؤساء بعثات الفريق باستمرار؟ لأن الحقيقة صعب قوي في ظل هذا الاندفاع الجماهيري أن نحقق هذا. هل ده قادرين نسيطر عليه ولا؟ قول. يعني خليني يا باشمهندس عادلي كده مع يعني اخد حضرتك واخد الاستاذ ابراهيم المنيسي وكل جماهير النادي الاهلي ان احنا نعيش الجماهير في الاجواء منذ يعني اللحظات الاولى للفريق في مطار القاهره. طبعا وجود الكابتن محمود الخطيب اللي اكيد حضرتك عارف يا باشمهندس عادلي والاستاذ ابراهيم المنيسي، كابتن الخطيب بيتحامل على نفسه في الفتره الاخيره رغم مرض وتعب الكابتن الخطيب في الفتره الاخيره، ولكنه اصر ان يكون على رئاسه بعثه فريق النادي الاهلي. طبعا مع وجود المهندس خالد مرتجي القائم باعمال نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، دكتور محمد شوقي، الاستاذ طارق انديل، الجميع قالوا للعيبه من اول اللحظه الاولى في مطار القاهره احنا كلنا معاكم، عندنا ثقه فيكم. وجوه لاعبي النادي الاهلي عندهم شغف كبير جدا، عايزين نعمل تاريخ يصعب الامور على الاجيال اللي جايه في النادي الاهلي، اللي طبعا نتمنى ان كل جيل يجي في النادي الاهلي يعمل بصمه تصعب الدنيا على الجيل اللي بعديه، وكل جيل يتجاوز هذه المرحله. طبعا كان استقلال طائره خاصه، يعني الفريق رحلته متجهه الى الدوحه على متن طائرة خاصة، رحلة طيران استغرقت 2:45. كان الوصول إلى مطار حمد الدولي بالورود تم استقبال النادي الأهلي، جانب من الجماهير اللي كانت موجودة من الجماهير النادي الأهلي والجالية المصرية اللي كانت في استقبال النادي الأهلي. يعني النداء والكلمة اللي كانت بتتقال يا رب يا رب تفرحونا زي ما عودتونا، أعتقد كلمة كانت بتقال من كل فرد هنا في الدوحة. عايز أشيد وأشكر بالإخوة الأشقاء في الدوحة ودايما على حالة الترحيب اللي بنشوفها في أي مكان هنا في قطر، إحساسهم بقيمة النادي الأهلي. مسؤول الاتحاد الدولي هم بيتكلموا على قيمة النادي الأهلي وقيمة جماهيرية النادي الأهلي. طبعا الفريق أدى تدريبين يا باشمهندس عادل يا أستاذ إبراهيم، التدريب الأول
بالامس ويمكن من المرات القليله جدا اللي تلاقي بعد انتهاء التدريب مستر كولر يجتمع مع اللعيبه ويقول لهم انا بشكركم النهارده، انا بشكركم وبشكر كل فرد فيكم على المجهود وعلى الحاله اللي انا شفت عليها اللاعبين. انا مش عايز استثني اي حد من اللعيبه باشمهندس. امبارح التدريب من فترات طويله حاله التركيز اللي عند اللعيبه بلغه الكوره شفنا جوان حلوه قوي من لعيبه كتير، من وسام، من طاهر، من قفشه، من حسين بيرستاو، من فتره طويله ما شفتوش بالجمال ده في التدريب. رضا سليم، اشرف داري، يحيى عطيه الله، مش عايز استثنى حد من اللعيبه، عمر كمال، رامي ربيعه، الشناوي، وحمزه علاء، مصطفى مخلوف، كل لعيب النادي الاهلي، عمرو السوليه، يعني بيستعيد بريقه ولمعانه. لذلك مستر كولر يعني في ختام التقسيمه لا في مجهود كبير جدا، اعتقد يعني باستثناء اللاعب محمد عبد الله اللي بيجري يعني عمليات التاهيل الاخيره وصعب جدا يكون موجود في قائمه المباراه. تقدر تقول ان مستر مارسيل كولر هيكون في حيره، في حيره كبيره جدا لاختيار اي 11 لاعب يكونوا موجودين في هذه المباراه. طبعا من النقاط المهمه اللي كان حريص عليها بالامس ان اجتماعات تدريب النادي الاهلي يكون في تمام الساعه الثالثه، لان مستر مارسيل كولر والنادي الاهلي كان حريص ان لازم نتفرج على مباراه بوتافوجو وباتشوكا من ارض الملعب، وده كان من الامور اللي يعني اللي خلت النادي الاهلي يكون مجيئه وقدومه الى الدوحه قبل مباراه بوتافوجو وباتشوكا. الفريق بالكامل والبعثه بالكامل بالجهاز الفني باللاعبين حضرت الى ملعب 974، اللي زي ما قلت لحضرتك هو في خلفيه هذه يعني في خلفيه الكادر اللي حضرتك شايفه. والمناسبه هو 974 تسمية هذا الاستاد لان تم يعني اطلاق الاسم عليه، لان تم استخدام 974 حاوية في انشاء هذا الاستاد، وايضا ان هو بيحمل الرقم المفتاح الدولي لدولة قطر 974. الجهاز الفني للنادي الاهلي، اللاعبين تابعوا المباراة. خليني يعني اعيش حضرتك في الاجواء اكتر، ان كان في ارتياح من جانب الجهاز الفني في فوز فريق باتشوكا المكسيكي بالمباراه، ولكن ارتياح بحذر. مستر كولر الجهاز الفني اشاد بفريق باتشوكا المكسيكي على احترامه للخصم. طبعا فريق بوتافوجو كان عنده الحاله البدنيه او مريح عدد من اللاعبين تحسبا ان ماتش باتشوكا بالنسبه له ماتش سهل يقدر يريح هؤلاء اللاعبين لمباراه الاهلي، ولكن فريق باتشوكا احترم الخصم جدا. قدر المدير الفني ان هو يسير الجيم للطريقه اللي هو عايزها، يطلع الشوط الاول بتعادل لا سلبي ثم يلعب على المرتدات. مستر كولر وهيرالد جامبريلي وكارلوس اشادوا طبعا بالحاله الدفاعيه والتنظيم الدفاعي لفريق باتشوكا، وقال ان المباراه صعبه جدا. بالامس واحنا موجودين في الاستاد انريكو الرئيس التنفيذي لاستاد 974 وايضا لاستاد لوسيل قال ان نجاح البطوله بالنسبه له ان النهائي يكون بين الاهلي وبين ريال مدريد. جماهير النادي الاهلي هتعمل حاله جماهيريه عظيمه جدا، نتمنى النهائي يكون فيه الاهلي وريال مدريد. ده بالامس يعني تقدر تقول يعني التفاصيل اليوم بالامس. اللعيبه بعد طبعا الحضور للقاء في الاستاد 974 كان العوده الى مقر اقامه فريق النادي الاهلي، ومن ثم تناول وجبه العشاء. بعد تناول وجبه العشاء مستر مارسيل كولر عقد جلسه مع اللاعبين كابتن محمد رمضان الجهاز الفني، قال لهم ايه المطلوب. يعني كلنا شفنا الفريق من ارض الملعب، اعتقد حاله الشغف اللي عند الجمهور وعندكم اتمنى يكون مردودها في ارض الملعب، اتمنى ان احنا نحقق شغف الجمهور، نحقق طموحات النادي الاهلي. بقت في حاله من الحماس الزايد عند اللاعبين، طبعا احترام لفريق باتشوكا، عندنا ارتياح ولكن ارتياح، في تفاؤل ولكن تفاؤل بحذر، لازم يكون عندنا احترام للخصم، ودي الامور اللي اكد عليها مستر مارسيل كولر. طبعا اليوم النهارده كان يوم اعتيادي بقى لفريق النادي الاهلي، كان طبعا بالصباح جلسه التصوير الخاصه بالاتحاد الدولي للمستر كولر ووسام ابو علي، حسين الشحات والشناوي، ثم طبعا كانت وجبه الافطار، ثم طبعا كان حضور حمدي فتحي اللي حرص نجم النادي الاهلي السابق ونادي الوقر الحالي، اللي حرص انه يكون متواجد مع اللاعبين ويآذر من اللاعبين ويقول لهم انا هكون موجوده معاكم ان شاء الله في المباراه، واحد من اللعيبه طبعا اللي بيتميز بتماسه الخلق واحساسه بقيمه النادي الاهلي. ثم طبعا كان في التحرك لملعب التدريب ملعب الارسال في تمام الساعه 5:30، ثم تدريب الاهلي الثاني على ملعب الارسال كان في تمام الساعه 6:00 قبل انطلاق التدريب. مستر مارسيل كولر
عقد جلسه مع اللاعبين، محاضره في منتصف في الملعب، طالب اللاعبين بقى خلاص بقى من خلال هذا التدريب بيحط طبعا الخطط او الطريقه اللي يلعب بيها طبعا ليه امام فريق باتشوكا. زي ما انت معودنا طبعا يا باشمهندس عادلي ما بنتكلمش في اي تفاصيل فنيه، ولكن هناك امور فنيه طبعا مستر مارسيل كولر بناء على مواجهه فريق باتشوكا قدر يشتغل عليها في هذه في هذا التدريب، تحسبا انك ممكن توصل لضربات الجزاء. هناك طبعا كان هناك فقره للتدريب على ركلات الجزاء، لكن يعني الحاله العامه اللي احنا شايفينها في الفريق يا رب تكمل على خير. عايز برضو باشمهندس عادل استاذ ابراهيم اقربك من اجواء الاعلام هنا في قطر، بيتكلموا على المباراه ازاي؟ يعني النهارده كان في تصريح في وكاله الانباء القطريه للاستاذ محمد راشد، وده المدير الاعلام الاقليمي والدولي للجنه المشاريع والارث، اتكلم على ان وجود البطوله هنا في قطر ده دليل على نجاح قطر في يعني استضافتها للاحداث الكبرى مثل كاس العالم اللي اقيمت مؤخرا هنا في قطر، وايضا يعني استضافه هذه البطوله، وقال نجاح هذه البطوله في وجود النادي الاهلي، النادي الاهلي دائما وابدا بجمهوره يصنع الحدث، بيصنع البهجه في المدرجات. قال على المستوى الشخصي اتمنى طبعا النادي الاهلي يفوز على باتشوكا. هنا للاخوه هنا في قطر بجد على حاله الترحيب اللي لمسنا في كل مكان، احنا موجودين في بلدنا، موجودين يعني في وسط اهلنا. يا رب تكمل على خير يا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم. كان وائل جمعه مع الفرقه النهارده مش كده؟ بالفعل الكابتن وائل جمعه كان موجود النهارده ازر اللعيبه وقال الجيل ده بيعمل ارقام تاريخيه، يعني الجيل ده كسر ارقام احنا ما عملناهاش عدانا، ونتمنى طبعا ان كل جيل في النادي الاهلي يحقق هذه الامور. كابتن وائل جمعه كان ليه رسائل مهمه جدا للعيبه للجهاز الفني لكل الافراد البعثه النادي الاهلي، كلنا واثقين فيكم. قال يعني كلمه، قال احنا ممكن في اوقات كتير يعني بيبقى بنقول النقد، ولكن النقد دايما بيبقى لمصلحه الفريق، لكن مستر مارسيل كولر واللاعبين عاملين حقبه تاريخيه للنادي الاهلي. يا رب يعني تكتمل الصوره باذن الله في مباراه باتشوكا، نتجاوز عقبه باتشوكا وان شاء الله نكمل يوم 18 باذن الله يا باشمهندس. ان شاء الله باذن الله. ويعني تحدثت وقفضت واديتنا يعني الجو عندك كويس يا فاروق في الاخر، حاله الطقس كويسه مش كده؟ يعني درجه الحراره بالظبط في الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه هتبقى درجه الحراره حاليا 21 درجه، في توقيت المباراه درجه الحراره هتبقى 24 درجه مئويه. اعتقد الجو هنا يعني نموذج ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه ممتعه ما بين الاهلي وفريق باتشوكا، جو ممتع جدا هنا في الدوحه، يعني الاجواء كلها الجو العام درجه الحراره الامور كلها مهيئه ان شاء الله ان النادي الاهلي يصنع التاريخ، حينما يتواجد النادي الاهلي يتواجد التاريخ، الاهلي يتواجد ثم ياتي التاريخ ويكتب التاريخ باذن الله. شكرا جزيلا للزميل فاروق صلاح موفد قناة الأهلي إلى الدوحة، أعتقد حطكم في الصورة بدرجة كبيرة جدا بكل تفاصيل المشهد اللي عليه بعثة الأهلي في قطر، الأمور كلها تبدو إن شاء الله مطمئنة يا باشمهندس. والأول مرة حتى فاروق بيقول لك مستر كولر بعد التمرينة جمع اللعيبة وشكرهم. أنا ما بحبش شوف يا أستاذ إبراهيم، لا تقول لي بعد التمرين والاداء في التمرين ولا الجو ولا الترحيب ولا الجو ده. انا ليا ملعب واشوف الناس هتعمل ايه.